السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البريوش اللي كيجي هائل، زوين بزاف ورطب وخفيف. هذا البريوش انا دابا غندير عجينه وحده ان شاء الله، وغادي نخرج منها جوج شكل. غندير هاد الضفيره بريوش كبير معمر بالشوكولاط. ندوزو للمقادير. نحتاج في المقادير عندنا كيلو ديال الدقيق بعد ما غربلتو، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، جوج بيضات، قريصه ديال الملحه، عندنا هنايا معلقه ديال الخميره حبيبات، وخماره وحده، وفانيا. وغنحتاجو بودره الكريم باتيسير ونسيطرو ديال الحليب. غادي ناخذ البول غندير فيه نسيطرو ديال الحليب بعد ما دفيتو، نسيطرو ديال الحليب دافي. ندير معلقه ديال الخميره، سنيده، قريصه ديال الملحه، فانيا وحده، عندنا هنا جوج بيضات، ما يكونش الحليب سخون بزاف باش ما يطيبش ليا هذاك البيض، يكون غير دافي. دابا غادي نضيف الدقيق والخمارة غير بالتدريج، هاد البريوش تيجي خفيف بزاف ورطب، ان شاء الله نجربوه وغادي يعجبكم. دابا حيدت الفوية غادي نكمل بيديا ان شاء الله باش نجمع العجينة، حيت بيديا باش غادي نعرف القوام اللي بغيت. مازال باقا مرخوفة بزاف، ما تكونش قاصحة بزاف، العجينة تكون مرخوفة، مهم غير ما تكونش ما تبقاش تلصق بزاف في اليدين، ديك الساعه صافي راه واجده. ها هو القوام ديال العجينه اللي حصلنا عليه، هي ما كتسدلكش غير كتجمع. صافي دابا هي العجينه كما كتشوفوا، ندير شويه الزيت نتقص تلصق ليا في يديا، هي العجينه كما كتشوفوا مرخوفه. دابا غادي نغطيها ببلاستيك غذائي وغنخليها حتى تخمر ليا مزيان، ديك الساعه عاد نرجع معكم ان شاء الله باش نشكلوها. دابا غندوزو باش نوجدو الكريمه ديال الباتيسير اللي غادي نعمرو بها. غناخد هنايا عندي جوج معالق كبار ديال كريم باتيسير، عندي جوج معالق كبار السنيده، عندي كاس ونص ديال الحليب، ها هو كاس وعاد غنزيد نص بيضه كامله، معلقه الزبده، وقشره حامضه. بالنسبه لي انا الحامض ما متوفرش عندي، انا غندير لاغوم ديال الحامض، كاسرونه ديال الحليب، قلنا كاسونز ديال الحليب،
بيضة، بيضة كاملة. عندي هنايا معلقة ديال الزبدة مع البرد جامدة، وغادي ناخد شوية ديال لاغون ديال الحامض. غير راس معلقة، صافي. دابا غادي نضيف بودرة ديال كريم باتيسيير. ممكن البنات ديروا غير 3 معالق ديال كريم باتيسيير مع كاس ونص الحليب وسنيدة. لا مبغيتوش ديروا مثلا بيضة ولاغوم ديال الحامض، صافي. دابا غادا نخلطو وغادا نديه البوطة، غنبقى نحرك بشوية حتى يوقع ونرجع معاكم. بعد ما خليتها تطلعت ارتاحت، هاهي دابا غادا نقسمها ان شاء الله. نقسمها على زوج، ندير شوية 6 دقايق حيت العجينة مرخوفة وغادي تلصق ليا على سطح العمل. نفرغها من الهواء. دابا غادي نقسمها على جوج، غادي ندير بريوش ديال الضفيره ونديرو في المول ديال الكيك، وهذا غندير بريوش صغير ان شاء الله ونعمرو بكريم باتيسيير. ها هي واجده. حاول نقادها على شكل مستطيل ومنخليهاش تلصق ليا في سطح العمل. ديما نخدم ونرش بالدقيق. صافي دابا غادي نقطعها، غنقطعها على 3 هكا، نخليها شادة غير من هنا وهادو. دابا غادي ناخد شكلاط، كندير شكلاط باطوني، هذا ديال كرواسه. ممكن ديروا كريم باتيسيير ولكن بالشوكولاتة تكون احسن، خصوصا اللي عنده الوليدات. جانا هكا. دابا غادي نحاول نجمع هذا بحال هكا. نحاول نسد هادشي كلو على الشكلاط. تنظن بأن الفيديو واضح. تنجمعو تاني من هنا. Thank you.
اللعبه وغادي نضفر. كلشي كيعرف يضفر، كلشي كيعرف الضفره ديال الشعر. ماشي ضفره السبوله، غير الضفره العاديه ديال ثلاثه هكا. غادي كنخالف فيهم صافي. بعد ما ساليت كنجمعوا هاد الجنيبات هادو. هنايا عندي هاد المرطوي دهنته غير بالزيت، وغادي نحط فيه هاد الطيره بسم الله. صافي دابا غادي نخليها حتى تخمر شويه، وعادها غادي ندهنها ان شاء الله بصفر البيض وشويه الزيت او الحليب وندخلها الطين. صافي دابا غادي ندوز للعجين الثاني اللي غنديرو كريم باتيسيير. غنحاول نقسم كويرات صغار ان شاء الله. نحاول نديرهم في حجم متساوي. صافي هنا بعد ما درت كويرات صغار، ها هما كيف ما كتشوفوا درت 10. غادي ننزلهم على ورق الطبخ. بعد ما نزلتهم في اللاطا ممكن تدهنوا اللاطا بالزيت، انا فرشت غير بابي كويسون. غناخذ كاس، اي كاس، المهم القاعده تكون عنده مبسطه. هنا نشوف شويه الزيت. ندير هنا الحفيرات باش نعمرهم بالكريم باتيسيير. نعاود بايدي هكا. هذا بحال هكا نكمل ان شاء الله، وعاد نعمرهم كريم باتيسيير. صافي دابا غادي ندير كريم باتيسيير. صافي بعد ما كملت كريم باتيسيير دابا غادي ندير هاد شرائح التفاح بحال هكا. درت فيهم واحد النقيطه د الحامض على حساب باش ما يتاكسدش ليا. سي عطا واحد الميضه زوين. صافي دابا غادي ندير ليهم البيض. درت هنايا صفر ديال البيضه وقطيره ديال الزيت، ممكن ديروا قطيره الحليب قطيره ديال الخل، المهم على حسب المتوفر عندكم. وغادي ندهن هذا البريوش ديالي، ندهنو مزيان من الجناب باش يجيني محمر.
دابا صافي هما موجودين، غادي ندخلهم للفران ونرجع معكم ان شاء الله. وها هو البريوش ديالنا واجد، كيف ما كتشوفوا البنات كيفاش تيجي، تيجي رطب بزاف وقطني. جربوه، انا متاكده بلي غادي يعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش بلي لايك تشجيعات ديالكم باش نزيد نعطي اكثر. واللي تيشوف القناه ديالي اول مره ما تبخلوش عليا باشتراك وبجيم. وشكرا البنات، خليتكم على خير.